ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع السادس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. لازلنا في البطة البرية وتحليل البطة البرية. كما يظهر أمامك سننتقل إلى مفردات لفتت انتباهك في الفصل الثاني ونوظفها في جمل مفيدة. إذن عليك انتقاء بعض المفردات أو الألفاظ التي لم تكن تعرفها من قبل وتضعها في جملة. إذن لابد أن نعرف معناها قبل أن نضعها في الجملة لكي نستطيع أن نستخدمها في جمل من إنشائنا. سننتقل أيضا إلى نموذج في تحليل الشخصية، والشخصية هي واسطة العقد إذ أنها تصطنع اللغة وتنجز الحدث. هنا عزيز الطالب أيضا هي تستقبل الحوار وتقوم بدور تقديم الصراع وتنشيطه من خلال سلوكها وأهدافها وعواطفها. وقد كان اختيار الكاتب لشخصية البطل واعيا ومتعمدا ومقصودا. هنا وفق أيضا في رسمها. سنقوم بالنظر إلى هذه الشخصية. لاحظوا معي، سنقارن بين شخصية هاكون بيرلا وإكدال العجوز. سنضع هنا الأمور الشخصية التي تميز إكدال والتي تميز بيرلا، وهنا ما هو مشترك بينهما، أبعاد شخص نفسية واجتماعية. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك، المهمة تتكون من تحليل الشخصية الثانوية هاكون بيرلا. التحليل الشخصيات يكون بالأبعاد الثلاث: البعد الخارجي الشكل، البعد الداخلي الصفة، الصفات التي يكون أو ظهرت من خلال سلوكه، وأيضا البعد الاجتماعي مكانته الاجتماعية. عليك أن تدعم إجابتك بشواهد أمثلة، يعني أنا أكون قد قررت أنه مثلا بخيل، أريد شاهداً على ذلك من خلال العمل الأدبي. بعد ذلك طرحنا عليك عبارات نقدية في الحوار الخارجي. لاحظ معي، قمت بعرض هذه العبارات التي ستلزمك، ربما ستستخدمها في نقد الحوار. الحوار رديف السرد وأداة الكاتب الموازية له. يعد الحوار جزءاً من البناء العضوي للرواية، له ضرورته وقيمته، فهو يدل على الشخصية ويحرك الحدث ويساعد على حيوية المواقف، وهو اعتراف بالآخر. لعل استغراق النص في الحوار الخارجي لا يعني بشكل من الأشكال خلوه من الحوار الداخلي الذي وظفه الكاتب في الموضع المناسب حين، وبعدها تبدأ بإبراز الشواهد. للحوار نصيب وافر من النص، وقد ساهمت هذه التقنية بالكشف عن المواقف، مواقف الشخصيات وأفكارها وإبراز خصوصيتها والفروق بين المتحاورين. الحوار يرفع وصاية السرد على النص ويدعم الإثارة والتشويق، ويبعد المتلقي عن الملل والرتابة، ويسهم في الكشف عن أفكار الشخصيات ومواقفها واعتقاداتها. كان حوار الشخصيتين لتوضيح فكرة أو لتعميق علاقة أو لتأكيد مقولة، كان حواراً مفصلياً مركزياً. وبالطبع يعني تصوغ من هذه الكلمات وهذه العبارات النقدية فقرة لتستطيع أن تتحدث عن الحوار الوارد عندك. انظر كيف كان ذلك. والحوار نصيب وافر من النص، وخاصة الحوار الخارجي الذي يسهم في كسر رتابة السرد وكشف أفكار الشخصيات، وقد دار بين الشخوص في متجر الذهب وقد ساهمت إلى آخره. هنا عزيزي الطالب ستلاحظ أن هذه النماذج
تساعدك على المحاكاة وعلى الترتيب مثلهم. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله في هذا الأسبوع، الأسبوع السادس. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.